من باتنا إلى مصمم أجمل الحدائق العالمية كمال الوافي المهندس العصامي. مرحبا بكم في برنامج نخبة جزائرية، نشارك معكم فيه نجاحات ملهمة من أبناء الجزائر حول العالم. ولد في عام 1952 في باتنا التي ترعرع ودرس فيها، ليتخصص بعدها في الهندسة الطبوغرافية ويصبح موظفا في الجرد الغابي. حط الرحالة في ألمانيا عام 1980 فسجل فيها للدراسة واستقر طالبا هنا. تخرج عام 1986 من جامعة برلين التقنية ليعمل في مكتب دراسات شهير مشرفا على عدد من الحدائق في لوكسمبورغ وبرلين. بعدها أنشأ مكتب دراساته الخاص عام 1994، شارك في مسابقة دولية لإنجاز حدائق العالم الخاصة في المعرض الدولي لهانوفر، وفازت مؤسسته الجديدة من بين 200 مؤسسة دولية مختصة. تمكن كمال من تصميم 720 ألف متر مربع من الحدائق والفضاءات حول العالم. من أهم الحدائق التي صممها حديقة الشرقية العربية بألمانيا المستوحاة من الطابع الأندلسي، حدائق مارتي العالمية، ساحة الأوبرا بهانوفر، حدائق الزيبان ببسكرا، بالإضافة إلى حدائق في أبوظبي والسعودية والعديد من العواصم العالمية.